داوديال ويل كايدين موضوع ووري سمر كاسلا أنت بدن بارتان حوجان سميو وحسين عبد الله وذكرنا سام حفصي يا الله تحاوي ويل كاسي وحب بغضي قد كي تعالك قد كي جريدة أيوة متغنى بغضي بارتان أيوة متغنى يوسفلي حضبة أنت عصي إنسان من وقارن كيس تكرم تحليلي مشي مرتين ويل كاسي ولا مسيجي قد كي شو الأول ودندي بل عدا درهم أنت بلايك بلايك ويل كاسي أنت بدن وحياة بدن ودرد قرنسي وصف فاقي وبنان أوكيري صف فاقي ياجر وحكم إذا على عتب بعض هي ذكر لقى هذا إلى بوركا شركة لها مثلاً كي شجرة مثلاً يوها يو وحياة ترى وفر بدن ودرد أنت بدن وده صورة بس ويل كان مركي شركة دي صعب حضي قلت كجعلك يو شبكة دي صح الرد عيلكم بوضي وتريش هاي ما تم حد عضي ولا دادي هريبا وشيقني قلت كان إساقا إن واح بضل رقو قرنه قلت كان إساقا إن واح بضل رقو قرنه هريبا وشيقني وداد بضل يكون مقاميهين قص لايين أن لدوني لإن وريس لقا قادم لأن يرتي لسو أتي وريس وراقا لكن إساقا لقا ما قادم محا وحوقي هاي داد بضل أو مضحة أو ما تتشوقو إلي فشير ميان صدرات المركة شبه البيري قفك استو اسكودو ينو باريتان سمعيان اسنا ولا لا دعنية سنبالو الشيء وهذا هاي دلو دي بمانتا ما تعالى ميولك إساقا اه يا حري اسو كد دولة يو كيس كي كان تهليل كيس كي أبوكر كابا كيس كي داكي كوري دي أبوكر عانيكي كسر بحدا يباشا نمبر ولو او قادي بي وهي ديك موسيك مخر صوم يا داكي كوري بي إن لسوف هاي يو برناك اي مانسو سيتا أود عمرك ويلك استجع وكان ما تحبس جا لا تحب هذا بكيس كان مدد أربع لقها لي تذكر أنت بوحيلي وكيس كان عند مانين محوها كيس كان محب أمانين ده دولة دولة دون ماسو لكن هو عطى يسوع حتى شعب كله هدول يعني محل عطى يو قلت كان شعب هذا كله بقولي أبوه ده مثلاً قياس وضع الهينين بقى انت الهينين ما بقول بيجاريان ما كنتم بيجاريان ما شنبا ما اللحبة وقت أفروال وغواسير الشيء جدي مهوية إيه السوق هذا اللي بقى لكن خوفنا صوت صوت بارتا سمايا أما كحد لبا والله على عليا هدي يقول لك من قوة صدق شاري قد كمتري ومقالوك صندوبي وقد كان كجاها اللي تاريخ السيب وحق قولي هاي يجدد كبيقول لدي كليه حسور راعي من قرن إذا قرآن كيسا قلت كنه لو كنت هو بغي إذا إكران تهيل لي كجرته قرآن كيسا دي مفيري قلت كنه لو كنت هو مايو إذا إكران تهيل لي كجرته سيادو لي كانت أسان بلوش قد هو دي سان بلوش وانك هات قرن إسان مطانا قلب الله حديبي سان بلوش وانك هات قرن إسان سردوك وطيب لوش قيري سان بلوش وانك هات قرن إسان تكريك إسان توبرين نك سان وعوكي نكستان وروبي حسن بروش وكان رزقي سيردون ما تزاي نوتشوغو يني توبياني او سيردون كي توبي كميدي يا سيردون كي نمات خشاقيني عد كستا او احرين تاس مطار صوفر كشتار قدها اللو بعد عينيا قدت كدك الوهدو يا سمينجري تي بي الف سمينجرت يا دك باري جيجي معك سو انجري دك يقول نوبا ما تخالي يا قدت الوهدو اللي حلالي جري تي طلب إذا ما ترى مقدشة على قبل الله وايد توه برياش تي بي إيه بتشوري مقالة مقدشة وحلا قريبة شو بيانا وريها السرعة حسين عبد الله أداد وباي وهاي سيدك تجا ما ترى روسو دايو أدام هاي بعد وربعين ته أدب ولا العين عن طاهرة كمان راح سنين دولة وأنا دي دنة هدي وري وصوت دايو بارتا سمايو هدو صوت دايو وريها مثلا إنه حضلو إن أفقد إخلاق سارة مطغانا ما ويو دي وحنا روشا يدرك مثلا دي مرادي وحنا روشا يدرك دم بين يجرت هذا الله ما هذا كرو وعيد اللي دلبي ما هذا كرو دي صورت كم مطغانا ما دون ذلك ما نحن تحسي وقتا أرين كلو عليك بمقال موت شكلت حاجة دب دامسك سي بيانا وحاكا جرت إن دادك دقنالي إذا كنقول تاريخ لباتن بقو دم بيسا
dadka shacabka maanta way qeyleen mar kale waxay dhahayaan guuri meelno meel lama soconno arrintaa waan kala qaadeynaa mid shacabkaa khaldan baan dhahaynaa midna dowladda khaldan shacabku waxay ku khaldan yihiin xarun dowladeed horta meesha xarunta dowladeed ee muddada dheer ee degenaa kusoo intifaaceen oo ninka ku dhashay maanta uu soddon jir uu yahay dee nin soddon jir meesha ku dhashay ka gurorta lagon kare maayo laakiin waa in maskax kale loo keeno dadka oo ah dadkan iyaga ah ee muddada dheer halkaa degenaa waxay u baahan yihiin dib u dejin in loo sameeyo taasaa dowladda looga baahan yahay shacabka meesha way deganayn haa muddo dheer bay deganaayeen way dhisteen hanti bay u noqotay qaarkood way kala gateen qaar baa matan ukataa iyaga gatay oo dadkan ka iibsaday waxaa dowladda looga baahan yahay in dadkan iyaga ah intii la tirakoobo boosas la siiyo weliba loo dhiso la dibdijin lagu sameeyo baad guryo u dhisan hadda qof miskiina waxaysin haddaad aad guur booskaasaa ku siiyo muxuu ku dhisan marka suurtagal maaha iyaga laftood xuquuq bay leeyihiin dadkan iyaga ah annaga oo fiirinayna mataa ninkana habar gidanay ninkana hawooye ininkana ma fiirinayno dadkan waa dad muslimiin ah waa dad soomaali ah xaq bay nagu leeyihiin waan u hadlaynaa dowladdu arrintaa iyada ah way ku khaldan tahay wayna ku saxan tahay waxay ku khaldan tahay dadkan degenaasho in la siiyo wey oo dhul la siiyo oo loo dhiso waxay ku saxan tahay inay soo celiso xarumihii dowladda xarumihii dowladdana intan keliya mataqaanaa ma aha way tiro badan yihiin maalin meel mataan xasan dadka ka kicinayay oo uu wicinayay waa ku saxan yahay in dib loo soo celiyo xarumaha dowladda dhanka kalena mataqaanaa waa in dadkan iyaga ah ee meesha degan iyagana la siiyo xuquuqdooda oo ah in degenaasho ay helaan muwaadiniinta soomaaliyeed dhulkan isaga khalad baa dhacay dee dowladda way burburtay xilligaa mataqaana jirtay dadkan way deegaansameen deegaan bay ka dhigteen hadday deegaan ka dhigteen maanta wax loo baahayay markay dowladda joogto ita imaan doonta imaynta noqotaba dadkan in dib udejin loo sameeyo maamahaliisa waxay tiri waxaa lagu yiri dhagxaanti aad ku noqonaysaan dhagxaanti yaad ku noqonaysaan oo ah galmudugta ka imaateen dhagxaanta miirneyd yaad ku noqonaysaan meeshan mooska iyo barwaaqada talaamatan yada barateen waa khalad khalad weyn wey dhagaxa ninka ku nool iyo kan intuu ku nool waa isu xuquuq degenaasho dadkan inay helaan wey dowladdu maalin dhaweed khalad baa dhacay dad baa lagu laayay haddana in khaladka mid la mide la sameeyo mataqaanay maaha haddii dowladdu intay meel u dhistay dadkan ay diidaan dadka way khaldan yihiin waa in runta loo sheegay markaa iyagana laakiin dadkan iyagoon meel loo sameynin in la yidhahdo mataqaana guura wax suurtagala mataqaanay maaha dulmina mataqaanay ma fiicno madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud waa nin sharaf leh inta badana jecel dadkiisa go-aankiisana waxaa wey biyo kaa dhibcaan isaga go-aan hadduu qaatay waa qaatay hadda dadkaa la xukumay inale waa la dilayaa si kasta dee loo qayliya horta uu dili dadkan booskadaa kicinaya hadda si kasta u qayliya horta uu kicin laakiin waxaa loo baahan yahay inuusan ku takrifaline awooddaa dowladnimo iyo shaarka uu adeegsanayo inuu ku takrifaline bal dadkan shacabkiisa uu naxariisto oo baalka ama bogga naxariista uu u furo walmaasinkii daawada intaas muuqaalka kusoo afmeer wuu xooga inshaa allah kasoo gara intanna halka ba kula wadaagi doona muuqaalkan la wadaaga saxiibada